هنا كان بارك، كان ديال الالعاب، كانوا الناس كيلعبوا، كانوا الناس كيجيبوا وليداتهم. دابا الناس ما بقاش عندهم فين يجيبوا وليداتهم، الناس ولاو كيقلبوا على ولاو بزاف الناس كيجيو كيسولوا كيجيو كيسولوا ما كيلقاوش فين يلعبوا ولادهم، فهمت؟ دابا يلا كيف كيعاودوا كيجدوا في هادشي تقريبا، هادشي اللي كي حقاش حتى شي حاجه صحيحه، ما شي اخبار زعما اللي صحيحه شنو غيكون هنا، حتى شي واحد ما عارف شنو اللي غيكون هنا شي حاجه اللي صحيحه. ايوا المهم الحدائق هنا كاع كلها مشات من هذا البارك دي جو، حديقة الجامعة العربية وكازا بلونكي حتى هي تاير غادا تحيد، ايوا هادشي اللي كاين. المهم الناس من المنتزهات ما بقاوش عندهم فين يريحوا، وكينقص بزاف د الحوايج، الملاعب والمنتزهات ما بقاش، كلشي تحول جيت لبورغون، ملعب ديال بورغون، ملعب بورغون ما خاص غير الناس اللي كيخصهم يأديوا الواجب الشهري. ما كازابلانكيز كنا كنترينو فيها، المهم ما بقى حتى شي داك الشيء، ما بقاش هو هذاك. انا من الناس اللي كيمارسوا الكره الحديديه هنا، ياك انا تنجي يعني مرارا وتكرارا لهذه البلاصه هذه، كنلعب الكره الحديديه ونتاسفوا لهذاك الشيء اللي كنا تنشوفوا فيه، لان تنبغيو ننشطوا العمل الرياضي ديالنا. تتلقى ناس متشردين سكرانين تيجيو يبداو يزعجوك، يبداو يضاربوا، خصك تمشي تفك هذا، وشحال من واحد ضربوه ومشى، وشحال من واحد، هذه هي الواقع اللي كاين.